السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، نرحب بكم في قناتكم الجميلة رحمة من الله. أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية اليوم عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل البلاد لشخص أجنبي. وقد أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة قد نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد قد تم إحالته إلى مستشفى العزل وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة. وقد أضاف مجاهد أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى، وذلك لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة وحالته مستقرة. وقد قال أن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس. وقد أشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثانية في مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا وذلك بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وقال مجاهد إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. وقد أشاد الدكتور جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها. وقد أشاد بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها. وتتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار ال 24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بديوان عام الوزارة، وذلك لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية. وقد تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان حول حالة اشتباه إصابة فيروس كورونا تم حجزها بحميات إمبابة. وخلال التقرير أشار الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان إلى أنه فيما يخص البلاغ الوارد إلى قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان بتاريخ 1/3/2020 بشأن وجود حالة لشخص أجنبي يعاني من أعراض ارتفاع درجة الحرارة والتهاب بالحلق وسعال مقيمة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، فقد قام الفريق الوقائي بالوزارة بالتوجه لمقر سكن الحالة وتحويلها إلى مستشفى حميات إمبابة. وقد أضاف الدكتور علاء عيد أنه تم على الفور تشكيل فريق من الطب الوقائي بالمحافظة وعمل التقصي الميداني للحالة، وتبين أنها لسيدة دنماركية
تدعى بتينا استابيل 46 عاما، وقد وصلت إلى مطار القاهرة يوم الجمعة بتاريخ 28/2/2020 قادمة من البرتغال، وقامت بعمل ترانزيت بدولة ألمانيا، وهي الآن تقيم بمنطقة المهندسين بالجيزة، وقد ظهرت عليها أعراض ارتفاع درجة حرارة والتهاب بالحلق وسعال بتاريخ 29/2/2020، وبالفعل تم تحويلها من قبل الفريق الوقائي بوزارة الصحة إلى مستشفى حميات إمبابة، وتم توقيع الكشف الطبي وتطبيق تعريف الحالة عليها والتشخيص المبدئي اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، كما أنه تم عمل أشعة على الصدر ولا يوجد أي علامات التهاب رئوي بالأشعة، كما تم سحب عينة مزدوجة من الحلق والأنف ومزرعة بصاق وعينة سيرم من الحالة وإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص. وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان على أن نتائج العينات جاءت سلبية للكورونا وسلبية للإنفلونزا. وقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزارة الصحة والسكان حول آخر الإحصائيات بشأن الموقف الوبائي العالمي الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك وفقا للموقع التفاعلي لمنظمة الصحة العالمية، والذي تم إطلاقه في 30 يناير الماضي. وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه قد أشار التقرير إلى أنه ورد من منظمة الصحة العالمية في الساعة 5 من صباح اليوم الاثنين ما يفيد بوصول إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بهذا الفيروس على مستوى العالم إلى 88,371 حالة، منها 79,971 حالة بدولة الصين، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 2,996 وفاة. كما نوه التقرير لقيام المنظمة بإعادة مراجعة تقييم المخاطر بشأن هذا الحدث ليصبح عالي جدا بدولة الصين، وعالي جدا بإقليم شرق آسيا، وعالي جدا لباقي دول العالم. وفي الوقت نفسه أشار التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أن دولة الصين هي المتأثر الرئيسي بنسبة بلغت 90.4% من إجمالي الحالات، ويوجد سريان داخلي متصاعد للمرض بهذه الدول منها كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيران وسنغافورة، وقد بلغ إجمالي الحالات المؤكدة التي ظهرت في دول أخرى غير الصين حتى صدور هذا التحديث 7,698 حالة بنسبة 9.6% في 62 دولة، وهي اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفرنسا ونيبال وماليزيا وكندا وكمبوديا وألمانيا وسريلانكا والإمارات العربية المتحدة وفنلندا والهند والفلبين وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والسويد وأسبانيا وبلجيكا ومصر وإيران وإسرائيل ولبنان والبحرين والكويت وأفغانستان وعمان والعراق وباكستان. كما شملت هذه الدول طبقا للتقرير النمسا وكرواتيا وسويسرا والنرويج واليونان وجورجيا ومقدونيا الشمالية والبرازيل والجزائر وسان مارينو وهولندا والدنمارك ورومانيا واستونيا وليتوانيا وأيرلندا الشمالية ونيجيريا وأيسلندا وبيلاروسيا وأذربيجان ونيوزيلندا والمكسيك وقطر وموناكو ولوكسمبورغ وجمهورية التشيك والدومينيكان وأرمينيا.
كما يوجد كذلك 705 حالات على السفينة برينسيس دياموند في المياه الإقليمية لليابان. وقد تضمنت إفادة منظمة الصحة العالمية بعض الجداول التوضيحية التي أظهرت أن الحالات المؤكدة بمنطقة غرب المحيط الهادي وتشمل الصين وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وماليزيا وفيتنام والفلبين وكمبوديا ونيوزيلندا هي 84,146، بينما بلغت الوفيات في هذه المنطقة 2,888. وفي منطقة جنوب شرق آسيا وتشمل دول تايلاند والهند ونيبال وسريلانكا بلغ عدد الحالات المؤكدة 47 حالة، بينما بلغت الوفيات حالة واحدة، بينما بلغ عدد الحالات المؤكدة في المنطقة الأوروبية 2,220 حالة. وقد أضاف المستشار نادر سعد أنه قد أفاد التقرير بأن منطقة الشرق الأوسط شهدت حالات مؤكدة بهذا الفيروس وصل عددها إلى 1,136 حالة، وبلغ عدد الوفيات 54 حالة وجميعها في دولة إيران، بينما في منطقة الأمريكيتين بلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس 107 حالات وحالة وفاة واحدة في الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالموقف في مصر، فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن وزارة الصحة والسكان أشارت في تقريرها إلى قيامها في وقت متأخر من مساء أمس بالإعلان عن اكتشاف ثاني حالة إصابة بالمرض لمواطن أجنبي، وهو ما يؤكد قدرة وفاعلية الخطة الوقائية التي وضعتها الوزارة بإشراف ومتابعة الوزيرة الدكتورة هالة زايد، كما يؤكد قدرة النظام الصحي المصري على رصد أي حالة مصابة بمرض وبائي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منعا لانتشاره. وقد نوهت الوزارة في تقريرها الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية وأقسام الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، حيث يتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وحصر ومتابعة المخالطين للحالة ضمانا لعدم انتشار المرض. كما أشار التقرير إلى إصدار وزيرة الصحة تعليماتها برفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المخصصة للإحالة وتزويدها بجميع الإمكانيات اللازمة، وتقوم وزارة الصحة ممثلة في قطاع الطب الوقائي بمراقبة الوضع الوبائي العالمي على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه قد تم تفعيل خطة الاستعداد والتصدي لمرض كورونا المستجد كوفيد 19، كما تم نشر وتوزيع المخطوطات والمنشورات والأدلة الإرشادية الخاصة بهذا المرض، وقد تم تعميمها على أماكن تقديم الخدمة الصحية، كما تم تنشيط عملية الترصد الوبائي داخل أماكن تقديم الخدمة الصحية وخاصة مستشفيات الحميات والصدر الرئيسية والمستشفيات العامة للحالات المشتبه بها.